لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على تعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء. كيف يعلمنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كيف نعظم الجناية؟ وطبعا التعظيم هنا ليس المقصود منه أبدا المبالغة في تقديرها، لأن المبالغة شيء مذموم، لكن تعظيمها يعني بالنسبة إلى إيه؟ عظم من عصيت، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول: وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمر، وتعظيم الآمر، والتصديق بالجزاء. تعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمر، تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، وتعظيم الآمر الذي أمر بهذا الأمر، والتصديق بالجزاء. إذن هذا فيما يتعلق بتعظيم الجناية. يقول: حقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية، واتهام التوبة. كيف اتهام التوبة؟ يقول: وأما اتهام التوبة فلأنها حق عليه، لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه. فإذا تاب لا يكونن معتدا بتوبته، وإنه أدى يعني شيء عظيم جدا هو يعظمه وأدى كل ما عليه. لا، ينبغي إذا تاب مع تعظيم الجناية أيضا لابد من إيه؟ من اتهام التوبة، لا يركن إلى التوبة ولا ينظر لنفسه أنه وفاها حقها وأدى هذه التوبة على الوجه المطلوب الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها، ويخاف أنها لم تقبل منه، وأنه لم يبذل جهده في صحتها، وأنها توبة علة وهو لا يشعر بها. توبة لعلة، لحاجة، كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال، أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب حتى لا يعاني في سبيل تحصيل هذا الذنب، أو تاب اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه، تاب خشية كلام الناس لم يتب لوجه الله، أو تاب خوفا على عرضه أو سمعته أو على ماله أو على منصبه، فهذا يقدح أيضا في إيه؟ في هذا الحقيقة، وهي اتهام التوبة. أو لضعف داعي المعصية في قلبه، تاب لأن إيه؟ الداعية إلى المعصية في قلبه ضعيف، وخمود نار شهوته، يعني تاب لأنه مثلا طاعن في السن فما عاد يقدر على فعل مثلا هذا الذنب فتاب لأجل ذلك، فهذا كله مما يقدح في التوبة. أو تاب لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله تبارك وتعالى. لابد أن تكون التوبة صادقة، بمعنى أنه لا يتوب إلا خوفا من الله عز وجل، فيتهم توبته أن يطرأ عليها شيء من هذه الأشياء، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله وتعظيما له ولحرماته وإجلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده. يتوب خشية أن ينزل من عند الله في نظر الله وليس في نظر الناس، وعن البعد والطرد عنه، يتوب حتى لا يطرد عن رحمة الله، ويتوب حتى لا يحجب عن رؤية وجه الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. فهذه التوبة لون، وتوبة أصحاب العلل لون. توبة أصحاب العلل زي ما الناس العوام بيقولوا
صلى وصام لأمر كان، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. يحصل من بعض الطلبة التائبين توبة علل في موسم امتحانات يعمرون المساجد يحافظون على صلاة الفجر، فإذا انقضت اختفت، فهذه توبة علة لأن له حاجة محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نقول له لا تأتي، لكن يأتي ويواظب وينوي الاستمرار والمواظبة على ذلك. من اتهام التوبة أيضا ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، يعني هو يفارق الذنب لكنه يحن إليه، وبين وقت آخر يلتفت قلبه إلى هذا الذنب الفينة بعد الفينة ويتذكر حلاوة مواقعته، فربما تنفس وربما هاج هائجه واشتاق إلى ارتكابه مرة ثانية. هذا أيضا مما يقدح في هذه التوبة. ومن اتهام التوبة طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب حتى كأنه قد أعطي منشورا بالأمان، فهذا من علامات التهمة، كن واثقا من توبته. لا، المؤمن يظل في خوف وحذر خشية ألا تقبل توبته، لكن هذا الذي تتهم توبته يكون مطمئنا وكأنه أتاه صك من السماء مخطوط أو منشور بالأمان من النار ومن العذاب، فهذا من علامات التهمة في التوبة. ومن علاماتها جمود العين واستمرار الغفلة وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة. يعني من علامات التوبة أن تثمر ثمرة تليق بالتوبة الصحيحة، وأن يفترق حاله بعدها عن حاله قبل التوبة أثناء ارتكاب هذا الذنب، فلابد أن يستحدث بعد التوبة حتى تكون صادقة أعمالا صالحة لم يكن يعملها قبل تلك الخطيئة، لأن استحداث الأعمال الصالحة بعد التوبة دليل على أن منشأها هو التوبة الصادقة. فلذلك هذه من علامات اتهام التوبة جمود العين، وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أربع منها، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، فجمود العين استمرار الغفلة، ثم لا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها من علامات التوبة الصحيحة التي يقبلها الله عز وجل أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان عليه قبلها، أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان عليه قبلها، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر، يظل خوفه مستمرا إلى أن يسمع قول الرسول الملكي وقد أتى لقبض روحه، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قبل ذلك لا يطمئن للتوبة ولا يظن أنه قد أتى بها كاملة صحيحة، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسول لقبض روحه، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، فأحد التفسير إلا أن تقطع قلوبهم يعني تقطعها بالإيه؟ بالتوبة، من شدة الندم والخوف من الله سبحانه وتعالى كأن القلب يتمزق ويتقطع، فلا يزال بنيانهم الذي بنى ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلا أن يتوبوا إلى الله عز وجل فلن يبقى ريبة في قلوبهم. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه، الخوف من العقوبة يجعل القلب ينخلع ويتصدع، وهذا هو تقطعه، وهذا حقيقة التوبة، لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته. فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين، فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. يعني من قطعت التوبة قلبه
خوفا ورجاء بالله في الدنيا أمن في الآخرة. ومن أبى أن يتوب في الدنيا ويقطع قلبه في الدنيا فلابد أن يقطع في الآخرة حين يرى ثواب المحسنين وعقاب العاصين. ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء، انكسار من نوع معين في القلب هو من خصائص التائب المذنب لا لغيره، كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا حب مجرد، وإنما هي أمر وراء هذا كله تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا. فليس شيء أحب إلى الله من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والامتراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحالة، حالة الكسرة بعد الذنب، ينكسر أمام الله عز وجل فيقول أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وذل لك قلبه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة، فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها. فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوة، وما عالج الصادق شيئا أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يتم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما شرع فيه من قبل من الكلام على الغيرة لله تعالى عند مخالفة الناس لأوامره وعدم الاعتذار عنهم بالقدر، يعني أن الإنسان يغار على حرمات الله تبارك وتعالى إذا رأى من يخالف أمره دون أن يعتذر عن ذلك بالقدر، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب إزالة لأعذار خلقه لئلا يكون لهم عليه حجة. ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه، ولله الحجة البالغة، كما يقول بعض الناس دفاعا عن مرتكب المعاصي أو المخالفات بأن هذا قدر الله، واضح، وأن الله لو شاء لهداهم لهداهم، طبعا في سياق ليس بيان الإيمان والتصديق بالقدر، ولكن في سياق إبطال الشرع بالقدر والاحتجاج بالقدر في غير موضعه. فالاحتجاج بالقدر إنما هو في المصائب، أما المعائب والذنوب والمخالفات فلا يجوز فيها أن يحتج الإنسان بالقدر. والثابت أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك، يعني كل من علم أن هذا حرام وكان متمكنا من الفعل أو الترك، فمثل هذا إذا عصى الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يكون له عذر، لأنه يعلم أن هذا حرام ثم إنه قادر على أن لا يفعله ومع ذلك يفعله، فمثل هذا لا يعذر أبدا ولا يجوز الاعتذار عن فعله أبدا. يقول والثابت أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك، ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبى. ومن ادعى أن ذنبه كان قدرا مقدورا عليه لم يستطع دفعه، الاحتجاج بالقدر كيقول المقادير رمتني في المعصية مثلا، المقادير هي التي رمته، أما هو فهو ريشة في مهب الريح في زعمه، يقول لم أستطع دفع هذا لأنه قدر، فهو ظالم جاهل
ولولا جهله وظلمه لعلم أن بلاءه من نفسه ومصابه منها، وأنها أولى بكل ذنب وظلم، وأنها مأوى كل سوء. يقول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: إن الإنسان لربه لكنود كفور جحود لنعم الله. وقال الحسن: الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى النعم، يسرد المصائب، إن الله ابتلاني بكذا وكذا وكذا، ثم ينسى نعم الله عليه. وقال أبو عبيدة: هو قليل الخير والأرض. والكنود التي لا نبت لها، وقيل التي لا تنبت شيئا من المنافع. وقال الفضل بن عباس: الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان. ولولا جهله لعلم أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه. يعني لولا أن هذا إنسان الجاهل الذي يعتذر بالقدر ويحتج بالقدر ويتمادى في المعاصي بحجة أنها مقدرة عليه وأن المقادير هي التي أوقعته فيها، لولا جهله لعلم أنه هو الذي يقعد على طريق مصلحته ويقطع الطريق على نفسه، فهو الحجر في طريق الماء الذي به حياته، وهو السكر الذي قد سد مجرى الماء إلى بستان قلبه، ويستغيث مع ذلك العطش العطش. يعني هو نفسه إذا كان الماء سوف يصل إليه لكنه وضع حجرا يمنع الماء من الوصول إليه، فهو نفسه هو الحجر الذي هو نفسه العقبة، واضح؟ وهو نفسه السكر أو الحجر الذي سد الماء إلى بستان قلبه فلا يصل إليه. ومع أنه هو الذي يسد منافذ النجاة على نفسه، إلا أنه يصرخ ويقول: العطش العطش. وقد وقف في طريق الماء ومنع وصوله إليه، فهو حجاب قلبه عن سر غيبه، وهو الغيب المانع لإشراق شمس الهدى على القلب. فهو نفس هذا الإنسان مثل السحاب الذي يمنع وصول النور إلى الأرض أو الشمس إلى الأرض، واضح؟ فهو مثل هذا السحاب، هو الذي يمنع وهو العقبة في وصول الشمس إلى أو إشراقها على القلب. فما عليه أضر منه ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه. ولذلك يستشهدون بقول الشاعر: ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، فتبا له ظالما في صورة مظلوم. يا ظالما وكأنه مظلوم. وشاكيا والجناية منه قد جد في الإعراض. هو الذي أطلق ساقيه للريح يجري هاربا من باب الله عز وجل، فهو الذي يجتهد في الهروب من رحمة الله ومن باب التوبة، وهو ينادي ويقول: طردوني وأبعدوني، مع أنه هو الذي يفر من الله عز وجل. يأخذ الشفيق بحجزته عن النار. يأتي الشفيق الناصح الأمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأخذ بحجزته من وسطه حتى لا يقع في النار، وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها، ويستغيث: ما حيلتي وقد قدموني إلى الحفيرة وقذفوني فيها. تماما كما يقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. لكن طبعا مش نقول كما قال لأنها بعيدة، لأنها مكتوف، لكنه هذا حر لم يقيده أحد ولم يكتفه أحد. يقول: يأخذ الشفيق بحجزته عن النار، وهو يجاذبه بثوبه ويغلبه ويقتحمها، ويستغيث: ما حيلتي وقد قدموني إلى الحفيرة وقذفوني فيها. والله كم صاح به الناصح الحذر الحذر، إياك إياك، وكم أمسك ثوبا، وكم أراه مصارع المقتحمين وهو يأبى إلا لاقتحام. يا ويله ظهيرا للشيطان على ربه، خصما لله مع نفسه، جبري المعاصي قدري الطاعات. عند المعاصي جبري، والقضاء والقدر، المقادير رمتني في المعصية، لكن عند الطاعات قدري، هو الذي فعل، هو الذي يعتد بفعله. يا ويله ظهيرا للشيطان على ربه، خصما لله مع نفسه، جبري المعاصي قدري الطاعات، عاجز الرأي مضياعا لفرصته، قاعدا عن مصالحه، معاتبا لأقدار ربه،
يحتج على ربه بما لا يقبله من ولده وامرأته، يحتج على ربه بأعذار، لو اعتذر إلى هذا العبد امرأته أو ابنه بنفس العذر لما قبله، إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره، فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه أو نهاه عن شيء فارتكبه وقال القدر ساقني إلى ذلك لما قبل منه هذه الحجة ولا بادر إلى عقوبته. فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك، فهل كان حجة لامرأتك في ترك بعض حقك؟ بل إذا أساء إليك مسيء وجنى عليك جان واحتج بالقدر لاشتد غضبك عليه وتضاعف جرمه عندك ورأيت حجته داحضة، ثم تحتج على ربك به وتراه عذرا لنفسك، فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟ هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس، يعني النعم متواترة لا تنقطع أبدا عن هذا العبد ليل نهار في كل لحظة، وهذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس، أزاح عللك ومكنك من التزود إلى جنته. يعني من أراد أن يتزود للجنة هل سيجد قوة تكبله بالسلاسل حتى لا يصلي أو لا يصوم أو لا يتصدق أو لا يفعل كذا وكذا؟ لا، هو متمكن من الفعل. أزاح عللك يعني أعطاك الصحة والعافية والقوة، ومكنك من التزود إلى جنته، وبعث إليك الدليل، ها الدليل الذي يدلك على السفر الطريق الصحيح للسفر، ها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعث إليك الدليل وأعطاك مؤنة السفر وما تتزود به وما تحارب به قطاع الطريق عليك، فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير والشر والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله وأنزل إليك كتابه، ويسره للذكر والفهم والعمل، وأعانك بمدد من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك، ويريدون منك ألا تميل إليه ولا تصالحه، وهم يكفونك مؤنته وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم، تأبى إلا أن تضم إلى هذا الشيطان ضد هؤلاء الملائكة، وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم وموالاته دونهم، بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أمرك الله بشكره لا لحاجته إليك ولكن لتنال به المزيد من فضله، فجعلت كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنك، هذا هو السبب في زوال هذه النعمة. وأمرك بذكره ليذكرك بإحسانه فجعلت نسيانه سببا لنسيان الله لك، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. أمرك بسؤاله ليعطيك فلم تسأله، بل أعطاك أجل العطايا بلا سؤال فلم تقبل. تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، وتتظلم ممن لا يظلمك، وتدع من يعاديك ويظلمك، وإن أنعم عليك بالصحة والعافية والمال والجاه استعنت بنعمه على معاصيه. دعاك إلى بابه فما وقفت عليه ولا طرقته، ثم فتحه لك فما ولجته. أرسل إليك رسوله يدعوك إلى دار كرامته، فعصيت الرسول وقلت لا أترك ما أراه لشيء سمعت به، ومع هذا فلم يؤيسك من رحمته، بل قال متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني
غفرت لك، ومن أعظم مني جودا وكرما؟ عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم، يعني أحفظهم وهم نائمون على الفرش. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية عليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى إذا أيس من حصولها نام في أصل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذا متفق عليه. وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده. يعني الله يفرح بتوبة العبد، هذه فرحة إحسان من الله إلى هذا العبد وبر به ولطف به، وليست فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها. وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة وبرا به لا يتكثر به من قلة. الله سبحانه وتعالى حينما يوالي العبد فهو لا يتكثر به من قلة، ولا يتعزز به من ذلة، ولم يكن له ولي من الذل، لأن من البشر من يتخذ وليا بسبب أنه ذليل فيحتمي في جنابه. فالله عز وجل حينما يوالي العبد فهذا إحسان منه إليه وبر ومحبة، لا يتكثر به من قلة، ولا يتعزز به من ذلة، ولا ينتصر به من غلبة، ولا يعده لنائبة، ولا يستعين به في أمر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. فنفى أن يكون له ولي من الذل، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه. فهذا شأن الرب وشأن العبد، وهم يقيمون أعذار أنفسهم ويحملون ذنوبهم على أقداره. استأثر الله بالمحامد والمجد وولى الملامة الرجل. والتحقيق أن الغيرة لله والغضب له من حقائق التوبة. يعني لابد الإنسان حتى تصح توبته، فهذه التوبة من حقائقها وأركانها أن يغار لله عز وجل ويغضب له إذا انتهكت حرماته. مما ينافي هذه الغيرة أن يختلق أعذارا لهؤلاء الخلق أو يعتذر بالقدر عن ما يرتكبون من مخالفات. يقول: فتعطيل عذر الخليقة في مخالفة الأمر والنهي وشدة الغضب هو من علامات تعظيم الحرمة ومن حقائق التوبة. فالعذر الذي يدعيه بعض الناس من الاحتجاج بالقدر في المعاصي أو على المعاصي لابد أن يعطل هذا العذر، لابد أن يعطل هذا العذر، أن هذه من أركان التوبة.
وشدة الغضب على حرمات الله من علامات تعظيم الحرمة ومن حقائق التوبة. ولا سيما أنه يدخل في العذر، من الذي سيعذر لو كان يصح الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ فالأمر أعم من ذلك، لأنه سيعمم حتى يعتذر بالقدر في الإيه؟ في الكفر. فإذا هذا إبطال تماما لدين الإسلام. يقول ولا سيما أنه يدخل في العذر عذر عباد الأصنام والأوثان وقتلة الأنبياء وفرعون وهامان ونمرود ابن كنعان وأبي جهل وأصحابه وإبليس وجنوده وكل كافر وظالم ومتعد حدود الله ومنتهك محارم الله، فإنهم كلهم تحت القدر وهم من الخليقة. هؤلاء أيضا سوف يعني يعتذرون. وإن التائبين حقا، المؤمنين بالقدر حقا، هم الذين ينتظرون سفينة الأمر الرباني، فلما قربت منهم ناداهم الربان اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهي سفينة نوح حقا، وسفينة من بعده من الرسل، من ركبها نجا، يعني سفينة الشريعة، الأوامر الشرعية والتكاليف الشرعية. وإن التائبين حقا، المؤمنين بالقدر حقا، هم الذين ينتظرون سفينة الأمر الرباني، التكاليف الإلهية، فلما قربت منهم ناداهم الربان اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهي سفينة روح حقا، وسفينة من بعده من الرسل، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فركبوا سفينة الأمر بالقدر تجري بهم في تصاريف أمواجه على حكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار، فلم يكن إلا غفوة حتى قيل لأرض الدنيا وسمائها: يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على جودي دار القرار. يعني يصبر على هذه الأوامر إلى أن يوافي الآخرة وتستقر به السفينة في الجنة أو على شاطئ النجاة. والمتخلفون عن السفينة كقوم نوح أغرقوا ثم أحرقوا، ونودي عليهم على رؤوس العالمين وقيل بعدا للقوم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ثم نودي بلسان الشرع والقدر تحقيقا لتوحيده وإثباتا لحجته وهو أعدل العادلين: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وراكب هذا البحر في سفينة الأمر وظيفته مصادمة أمواج القدر ومعارضتها ببعضها ببعض، وإلا هلك. يعني الموقف الصحيح للمؤمن ليس أن يحتج بالقدر، ولكن في الأمر والنهي طبعا التكاليف الشرعية لا نحتج بالقدر، ولكن نحارب القدر بالقدر، نحارب القدر بالقدر. كما أن الإنسان إذا جاع فهذا قضاء وقدر، ولكنه مطالب بأن يحارب قضاء أو قدر الجوع بقدر الأكل. إذا مرض يحارب قدر المرض بقدر التداوي أو الرقية، وهكذا. فيحارب الأقدار بالأقدار، واضح؟ هذا هو الناجي. فيقول وراكب هذا البحر في سفينة الأمر وظيفته مصادمة أمواج القدر ومعارضتها ببعضها ببعض، وإلا هلك. فيرد القدر بالقدر، وهذا سير أرباب العزائم من العارفين، وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبد القادر الكيلاني رحمه الله: الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق بالحق للحق. فحارب القدر بالقدر. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما مع القدر. ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض، فكيف في معادهم؟ الإنسان لا يخرج إلى الامتحان ويقول لو ربنا كاتب أني أنجح في الثانوية العامة مثلا ما حيكتب لي النجاح، وربنا قادر على كل شيء وكل شيء بقدر. فيأخذ الأسباب ويخرج يحارب قدر الفشل والرسوب بقدر الاستذكار والأخذ بالأسباب. طبعا الكلام ده كله كما قلنا فين؟ في الأمور الشرعية اللي فيها أوامر ونواهي. أيام الناس تيجي تكلمها تأمره مثلا بالصلاة فيقول لك لما ربنا يهديني،
لو ربنا كتب لي أن أتحجب سأتحجب، وأنت اطلعت على قدر، أنت ما اطلعت، لكن الله أمرك بالإيه؟ بالصلاة، وأمرك بالحجاب، وهذا لم يخفى عليك، كما قال جعفر الصادق: إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا القدر أخفاه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فأمرنا بكذا وكذا ونهانا عن كذا وكذا، فما أراده بنا أخفاه عنا أو ستره عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أراده منا. واضح؟ يقول: فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر، لا من يكون مستسلما مع القدر. ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض، فكيف في معادهم؟ والله تعالى أمر أن تدفع السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. والسيئة من قدره أم ليست من قدره؟ من قدره، لأن لا شيء يقع في الوجود إلا بقدر الله، لكن مع ذلك أمرنا أن ندفع السيئة بالحسنة، فالسيئة من قدره والحسنة أيضا من قدره، فنحن إيه؟ نحارب هذا القدر بذاك القدر. وكذلك الجوع من قدره، وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات، مات عاصيا. وكذلك البرد والحر والعطش كلها من أقداره، وأمر بدفعها بأقدار تضادها، والدافع والمدفوع والدفع من قدره عز وجل. وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح، إذ قالوا: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله، هي من قدر الله. وهذا حسن، رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. وفي الحديث الآخر: إن الدعاء والبلاء لا يعتلجان بين السماء والأرض، يعني البلاء نازل من السماء بالقدر، والدعاء الإنسان بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه البلاء، والدعاء صاعد في السماء، فيتقابل القدر النازل بالمصيبة مع الدعاء الصاعد بدفع المصيبة أو البلاء، فيعتلجان يصطرعان، الأقوى يغلب، الأقوى سوف يغلب. لكن هذا معنى أن الإيه؟ القدر يقاوم بإيه؟ بقدر الدعاء والأسباب يعني الشرعية. وإذا طرق العدو من الكفار بلد الإسلام، يفتحون الأبواب ويقولون بقدر الله، لا، إنما يطرقونه بقدر الله، أفيحل للمسلمين الاستسلام لهذا القدر؟ أن الأعداء داخلون عليهم في ديارهم. وإذا طرق العدو من الكفار بلد الإسلام، طرقوه بقدر الله، أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر وترك دفعه بقدر مثله، وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره. وكذلك المعصية، إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع موجبها بالتوبة النصوح، وهي من القدر. ودفع القدر بالقدر نوعان: أحدهما دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه، ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله فيمتنع وقوعه، كدفع العدو بقتاله ودفع الحر والبرد ونحوه. والثاني دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، يعني إما دفع وإما رفع، إما دفع وإما رفع، يعني وقاية وعلاج. فالدفع القدر بالقدر إما بطريقة الوقاية، أنك القدر الذي ترى أن أسبابه قد انعقدت لكنه لما يقع بعد، فهذا كوقاية تدفعه بقدر آخر. واضح؟ مثلا قدر البلاء الذي يمكن أن يصيبك تدفعه بقدر الدعاء، قدر العدو الذي يريد أن يغزو بلاد الإسلام تدفعه بقدر المجاهدة، قدر الحر اللي لسه ما جاش بتستعد له بإيه؟ بملابس الحر، كذلك القر أو البرد تستعد له بإيه؟ بما يدفع هذا القدر، فهذا اللي هو الدفع قبل أن يقع الشيء. الثاني هو الإيه؟ الرفع، يعني القدر وقع بالفعل واستقر، فهذا تدفعه أيضا بقدر آخر يرفعه ويزيله، كإنسان مرض بالفعل، مرض. المثال الأول مثلا زي الأمصال واللقاحات والتطعيم، هذا دفع القدر بإيه؟
بقدر آخر، لأن الطفل لما يمرض بعد، لكن حتى لا يصيب الشلل أو كذا أو كذا من هذه الأمراض الخطيرة، فيتعاطى المناعة عن طريق هذه الأدوية بإذن الله، هذا قدر يحارب به قدر متوقع. أما الثانية فهي محاربة قدر واقع، كمن مرض بالفعل فتدفع قدر المرض بقدر التداوي، قدر الذنب تدفعه بقدر التوبة، قدر الإساءة تدفعه بقدر الإحسان. فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار، لا الاستسلام لها وترك الحركة والحيلة، فإنه عجز، ترك الحيلة والأسباب هذا عجز، والله تعالى يلوم على العجز ولا يرضى به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا تعجز، ولا تعجز، الإنسان لا يستسلم للأقدار بل يحارب القدر بالقدر كما بينا. نكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.